اولا انا نداء عايز يوصل للسيد الوزير ان يكون في اليه لاستلام القمح من الفلاح حتى لا يقع في يد التجار ويحتكروه ويلعبوا به ويجوعوا الشعب تاني. ودي فكره بيلعبوا بها باموالهم التي نهبوها من دم الشعب وبيحاربوا الشعب بها وهم اعداء الثوره. فانا عايز اليه لاستلام القمح و... ماشي تفضل 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 مع الوزير كلمه لسعادتك يا افضل وزير. بارك الله فيك. لحظه لحظه، اولا راينا الخير في رغيف الخبز، ولكن في منظومه تانية علينا ان نراعيها وهي آلية استلام القمح من الفلاح، لان فيه تجار متربصين واعداء للثوره وعايزين يستلموا القمح بالفلوس التي نهبت من دم المصريين، واخد بال سعادتك؟ فانا عاوز آليه. اولا انا زرت النهارده بنك التنميه والائتمان الزراعي الصبح. ايوه وتاكدت ان الفلوس وصلته. تمام. عنده الفلوس والسيوله الماليه. تمام. واي واحد فيكم لاقرب شونه. نعم. بيوصل القمح بتاعه وخلال 24 ساعه بيكون استلم فلوسه. تمام يا فندم. ومش عاوزين الطابور، ومش عاوزين طابور. ايوه في خط ساخن. ايوه خط التومين. ايوه التومين. ايوه خصصيته 19805. بلغ الوزاره خلال ساعتين هنكون خدنا إجراء. شكرا يا باشا، ربنا يبارك في سعادتك. شكرا.